مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قبل أيام من موعد الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة جدا مع السيدة حياة العالمي والدة التلميذ التهامي بناني بن الذي اختفى عن الأنظار قبل 15 سنة في ظروف غامضة بعد أن ذهب بمعية بعض زملائه إلى حفل عيد ميلاد زميلة لهم، ذات النشطاء أكدوا عبر تدوينة تضامن جرى تداولها على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي أن الفرقة الوطنية قامت بمجهودات جبارة من أجل كشف ملابسات هذا الحادث الذي حول حياة الأم حياة إلى جحيم لا يطاق. حيث أفضت التحقيقات الجارية إلى التوصل إلى مكالمة هاتفية قد تفك لغز هذا الإختفاء الغامض، غير أن المشتبه في تورطهم في هذا الحادث الذين جرى اعتقالهم قبل سنة، رفضوا إلى اليوم الكشف عن مصير جثة التهامي، الأمر الذي زاد من محنة ومعاناة والدته التي لا تطالب إلا بمعرفة مصير ابنها.